يعتبر التعامل مع الناس حقيقة فن ومهارة توجد لدى البعض بينما يفتقدها البعض الآخر من الأشخاص، وهذا الفن يحتاج البعض لتعلمه بسبب التغيير الطباع واختلافاتها أكيد. وعشان نتكلم أكثر حول الموضوع نرحب معاكم مشاهدينا بالدكتورة بشاير الصانع، أستاذة علم اتصال وإعلام بجامعة الكويت. صباح عليك بالخير دكتورة بشاير. صباحك الله بالنور، وصبح الله بالنور المشاهدين الكرام، ومشكورين على الدعوة الكريمة. أكيد مكانك دكتورة بشاير. موضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه، يمكن الكثير يقول أنا أحب الناس لكن ما أعرف شلون أتعامل معهم، ويكون بعض المرات التأثير خاطئ، يعني أنا بترك انطباع جيد لدى الآخرين لكن أنا يمكن أروح لطريق آخر مختلف ويكون تأثيري سلبي عليهم، شلون أقدر أأثر على الآخرين؟ موضوع التأثير على الآخرين أو ترك انطباع جيد، أنت يمكن قلتي في المقدمة أن في ناس عندها مهارة التعامل مع الآخرين وفي ناس ثانية يعني ما عندها المهارة هذه. إيه صحيح، بغض النظر سواء اللي عندهم المهارة هذه أو اللي ما عندهم، هذا شيء يعتبر يعني بعض الناس عندهم من الله وبعض الناس ما نفقد الأمل فيهم، في تدريب وممارسة نقدر إن نطور مهاراتنا في هالموضوع هذا بحيث إن تفاعلنا مع الآخرين يكون حسب ما إحنا نبي، سواء كان تواصلنا وياهم على سبيل الإقناع، على سبيل التأثير، التغيير، التسويق، حتى في كل المجالات الاتصال الناجح هو النواة للتعامل مع الآخرين. تمام دكتورة بشاير، احنا الحين في زمن يمكن حتى الحدود اللغت بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب كثير من الناس يمكن حتى الخصوصية عندها انعدمت نوعا ما، لكن في ناس تقول لك أنا لا أزال أبي أحافظ على الحدود بيني وبين الآخرين ويكون هذا أسلوب حياتي، شلون أقدر أنا أرسم حدودي في هذا الزمن اللي الناس يقول لك ما في حد يوصلون لبيتك من خلال مجرد كبسة زر؟ يعني فن الحدود هذا شيء وايد مهم في التعامل مع الآخرين، بمعنى أن ما نقصد فقط الحدود بالسوشيال ميديا أو وسائل التواصل طبعاً الاجتماعي، لكن حتى حدود علاقتنا والميانة أو الكلفة مع الآخرين اللي دائما تسبب مشاكل، يعني حتى في العلاقات الحميمة أو حتى في العلاقات العادية والمهنية. فالإنسان إذا قدر أنه هو يدير حياته بمهارة بتواصل ناجح مع الآخرين راح يعرف وين يحط ويرسم الحدود هذه بحيث أنه لا هو يتعدى على الآخرين في خصوصياتهم ولا هم يتعدون على خصوصيات حياته. احنا عندنا يعني دائما نقول إزالة الكلفة تزيد من الألفة. نعم. انا دائما اقول يعني هالمثل مو دائما صحيح، لان احيانا إزالة الكلفة تؤدي الى ان الاشخاص تتعدى حدودها وايضا يعني تتدخل في امورك الخاصة. بعض الناس ما تتقبل القرب الزايد هذا، بعض الناس تبي تحافظ على المسافة، وهذا شيء وايد مهم ان احنا نحافظ عليه حتى مع الأقرباء ترى. يعني حلو ان احنا تكون عندنا الفقاعة الخاصة فينا نمارس فيها حياتنا بلطف مع الآخرين، ما يكون طبعا فن الحدود ان احنا نبعدهم عنا بطريقة قاسية أو إن احنا نتهاوش معاهم أو يعني نختلق خلافات، أو يعني مو هذا المقصود. المقصود هو إن إذا شخص تعدى عليك أو إذا شخص تطاول في الكلام معك، إنك بمهارة وبلطف تقدر إن تحط له الحدود هذه وتعرف إن هالموضوع هذا أنا ما أفضل الكلام معك فيه، هذه أموري الخاصة، هذه أشياء أنا ما أناقشها مع الغير، فبحيث إنهم خلاص يأخذون الفكرة المسبقة هذه لكن بلين وبلطف. يعني الحدود هل هي واضحة؟ يعني فيها مثلاً خلينا نقول قوانين ثابتة على الجميع، ولا كل شخص يرسم حدوده وأنا مثلاً أقدر أشاركك؟ مثلاً يمكن أنا ما عندي مشكلة أني أشارك هالجانب من حياتي مع الآخرين، لكن يمكن شخص ثاني يكون عنده مشكلة،
الحدود صحيح. منو اللي يقيسها ان هذا هني تخطيت حدي وتدخلت في ما لا يعنيني؟ الحدود اللي يقيسها الشخص نفسه. يعني مثلا انت كشخصيه، مثلا كنمط شخصيه، ممكن ان اذا احد سالك سؤال خاص سواء على الهواء او سواء على يعني حتى في الجمعات او حتى من الاقارب، ممكن ما تمانعين ان تجاوبين او تعطينهم تفاصيل، لان هذا نمط شخصيتك ممكن يكون. نعم. وما عندك اي مانع او ما انت شايفه عواقب على الامر هذا اللي ممكن تسبب لك مشاكل. لكن في بعض الأشخاص ممكن نمط شخصيتهم إنه لا، أنا ما أحب أناقش الأمور هذه سواء على الملأ، نفس ما قلتي بالسوشيال ميديا. إحنا الحين وايد قاعد نشوف ناس تعرض حياتها الخاصة على السوشيال ميديا، سواء تربيتها لأطفالها، سواء تعامل الأزواج مع بعض، سواء حتى يومياتنا، إيه اللبس، الأكل، بيتنا. ففي ناس عندهم مرونة في إعطاء المعلومات، وفي ناس ثانية لا تتحفظ. وأعتقد أن معظم الناس يعني عندها هالتحفظ هذا. فأنت اللي أو الشخص هو اللي يحدد يعني الفواصل هذه مع الآخرين. بس أهم شيء نفس ما قلت أن تكون بلطف، بتعامل هين ولين معهم، وليس بجفا أو يعني بطريقة فظة في التعامل مع الآخرين. نعم. بحكم يعني تخصصك أستاذة أو دكتورة بشاير، يعني أستاذة أنت في علم الاتصال، وإحنا الحين على الرغم ما إحنا قاعد نتواصل مع الجميع القريب والبعيد في أجهزتنا الذكية، لكن نفتقر للتواصل الحي والمباشر. صحيح. وبعض الناس قاعد تحس بعبء أن تتواصل مع الناس بطريقة مباشرة، وأسهل لها أن تتواصل من خلف الشاشة. ليش صار عبء الحين في هذا الزمن أن إحنا نتواصل بأريحية مع بعض؟ شوفي، هم دائما في ناس عندهم الرهبة هذه من التعامل مع الآخرين، وما نتكلم فقط عن الجمهور، يعني التعامل مع الجمهور، لا، حتى في التعاملات الخاصة في ناس تكون خجولة، في ناس تكون هادية بطبعها، غير اجتماعية. لكن أيضا مع دخول عالم السوشيال ميديا أصبح عندنا يعني الرهبة ممكن زادت عند البعض، لأن ممكن أي أحد يصورك في أي مكان، ممكن حتى أحيانا الناس يعني تكونين قاعد تسولفين ويا أحد يصورك سيلفي، أو يعني دكتورة حتى الحديث. بعض المرات قاعد يصير إن مثلا أنا ما أقدر يعني مثلا أوصل عتبي مثلا لشخص عزيز علي بطريقة مباشرة، فأفضل إني أبعث رسالة مثلا. صحيح. يعني عدم المواجهة. أي. يعني هني هل هي تعتمد على شخصية الشخص نفسه، أم لأن هذه الوسائل التواصل اللي صارت بيدنا سهلت علينا أن احنا نقول الشيء اللي نستحي نقوله مثلا؟ شوفي، هي سهلت وصعبت في نفس الوقت. أي. بما أنها سهلت الحوار مع الآخرين، لكن عطتنا مثل يعني قناع ننخش وراء، وأنا أتواصل معاك من خلال المسجات، فما أضطر أن أنا أواجهك. مع يعني مع مرور الوقت كثرة التواصل الإلكتروني يخلينا نفقد مهاراتنا الإنسانية في التعامل مع الآخرين، يخلينا نفقد شلون ننظر للآخرين في أعينهم، نحاورهم بطريقة مناسبة. وأيضا يعني إحنا كنا قبل شوي، السؤال اللي قبله كنا قاعد نتكلم إنه شلون الواحد يعني يطور من مهاراته في الاتصال الفعال فعلا مع الآخرين. إذا أنت بتنخش وراء وسائل التواصل الاجتماعي ويصير تعاملك كله مع الناس من خلال هالمسجات والحسابات هذه، فهذا رح يدمر مهارتك في التعامل مع الآخرين، رح يدمر يعني مهارتك في الإلقاء الجماهيري، في إيصال الفكرة اللي أنت يعني تنويها لجمهورك، أيا كان جمهورك سواء شخص أو مليون. فهي ساعدتنا، لكن بنفس الوقت لازم نكون وايد حذرين من وسائل التواصل الاجتماعي. الأشخاص المزعجة في حياتنا دكتورة بشاير واللي قاعد تأثر علينا بطريقة سلبية، ممكن وجودهم مجرد أنه وجود مزعج أو ما توافق لا فكريا ولا يعني بالمبادئ ويمكن كشخصيات، شلون نقدر نتجاهل هذه الشخصيات؟ خصوصا احنا قاعد نتكلم عن الناس القريبة دكتورة بشاير، أهلنا، أخواننا، صديقاتنا، أو حتى زملائنا بالعمل. صحيح. أقدر أتجاهلهم تماما؟ أنا دائما أقول الواحد يعني يقدر يسوي ميوت داخل مخه حق المحيط. أول قاعدة لازم نعرفها إن مو ضروري كل الناس تحبك، مو ضروري كل الناس تتقبلك. ثاني شيء، مو ضروري كل الناس تكون موجودة في حياتك. اللي مضطر إنك تتعامل معاهم
تتعامل معهم برفق بلين، تحط الحدود نفس ما تكلمنا. نعم. أكثر من كذي إذا أهم وجودهم في إزعاج يعني أو في ضرر نفسي عليك، فتقدر أن نفس ما قلت تسوي ميوت أو تحاول أنك تعيش، يعني إذا كان وجودهم جدا قريب عليك تحاول أنك ما تنتبه للكلام اللي يقولونه، يعني تحاول أنك توخر عن طاقتهم السلبية. أي. نعم، يعني ما أتأثر، قصدك إذا كنت موجود اضطريت أني أتواجد مع بعض الشخصيات في مكان لأنه بحكم مثلا صلة القرابة أو صحيح. مكان العمل، لازم الواحد يدرب نفسه. شو نقدر أدرب نفسي؟ شوفي، هي الأمور سهلة أو عفوا هي بسيطة لكن ما هي سهلة. يعني كون الواحد يدرب نفسه على وجود شخص خلينا نقول قريب، نفس ما قلت قريب في حياته، لكن طاقته سلبية أو دائما ينتقد أو دائما يحبط الشخص هذا، لازم نتعود أن إحنا وجوده، هالإنسان غالي علي، هالإنسان ضروري وجوده في حياتي، لكن ماني مضطر أن أتقبل كل شيء يقوله ولا اللي يقوله هو قانون الحياة أو هو الشيء الصحيح اللي لازم أنا أمشي على أساسه. فتدريب الذات على تجاهل الآخرين داخليا وليس خارجيا، يعني ما نتجاهلهم حقرهم ما نرد عليهم، لا طبعا. أي. هذا يعني سوء أدب وتعامل غير جيد مع الآخرين. لكن داخليا ما نتأثر. شغلة ثانية إنه لازم نلاحظ إن الناس شخصيات، أنماط شخصيات. صحيح. عندك الشخص القيادي الجاف اللي ما يعتذر، اللي يدخل ما يصبح، وعندنا الناس الحساسين اللي وايد يتأثرون ولازم تصبح علي ولازم تشكرني، وإذا اليوم ما صبح علي ولا ابتسم به أكيد يزعلون في شيء ويحاتون. أي بالضبط، ويسوون سيناريو داخل مخهم. عندنا الشخص التحليلي الكتوم الهادي اللي ما يتكلم وايد، فنفس ما قلت ليش ما يتكلم وايد، هذا ما يحبني، هذا قاعد يعني إنسان خبيث ممكن يكون بعض الناس يعني تشوفه كذي. وعندنا الإنسان التحليلي أو نمط الشخصية عفوا التعبيري، نمط الشخصية التعبيرية اللي هو الحيوي اللي أي شيء يعلق عليه ويعبر عن كل شيء بداخله، بعد يعبر عن كل اللي بداخله. أيوة. فممكن الناس تشوف أنه مفض في التعامل وجريء أو حتى وقح أحياناً، إن أنت ليش تعلق على لبسي على شكلي على هذا، مع أنه هو نيته يعني ممكن تكون صافية. صحيح. ليش قاعد أقولك الأنماط هذه؟ لأن ضروري أن احنا نعرف أن مو كل الناس تعاملهم وفكرتهم وطريقتهم وأسلوبهم نفسنا. في شخص ما يقصد السوء لكن هذه طريقته في التعامل. نعم. هذا نمط شخصيته. إذا فهمنا أنماط الشخصية نقدر أن احنا نتعامل مع الآخرين بسلاسة أكثر. نعم. وبلين أكثر. إنزين، الحين خلينا نتكلم، ذكرت يمكن أنماط الشخصيات دكتورة بشاير، ودي أتكلم عن الأشخاص يمكن كثيرين يعني في حياتنا وحوالينا. الشخص اللي دائما يفكر يعني يستنزف طاقته في التحليل واللوم، لوم النفس. صحيح. ويمكن إيه على نفسه في بعض المرات المواقف لأنه ما يبي الناس تزعل منه. صحيح. فشلون نقدر نحمي نفسنا أو نتفادى أن إحنا نستهلك ونهدر طاقتنا في مثل هذه الأمور، سواء نخاف أحد يزعل منا، غضب، لوم، فأي على نفسي عشان الآخرين. بالنهاية ترى على فكرة الناس أحيانا ما تدري عنا، ولا يعني السيناريو هذا يكون داخل مخنا إحنا. لكن في أشخاص يتعمدون يحسسونك باللوم بالتأنيب، يعني نقولها بالكويتي تشره، يعني في بعض الناس هني عندنا وايد ناس تخاف ان الناس تتشرح عليها يعني تعاتبها، مثلا ليش ما تواصلتوا معي في المناسبة الثمانية؟ صحيح. ليش ما ذكرتوني؟ ليش ما دزيتوا لي مسج؟ هذه الامور يعني في ناس وايد تحاتي دكتورة بشاير، وتفكر ان انا ابي دائما الناس تذكرني بالزينة واني انا اواصلهم وان انا انسانة يعني اجتماعية. صحيح. لكن هذا احنا نسميه البيبل بليزر. ايوه، هذا يبي يرضي الناس. نعم. على حساب نفسه. هو قرار بالنهاية روان، يعني هل أنت تبي تعيش حياتك ترضي الناس على حساب مشاعرك، على حساب قراراتك، على حساب إنجازاتك، على حساب صحتك بالنهاية، ولا أنت تسوي اللي عليك، تحسن الظن بالآخرين، تعاملهم بطريقة يعني جيدة، تعاملهم بلطف، وبالنهاية اللي يبي تقبلك فهذا قراره، اللي يعني ما يبي تقبلك أنت لازم تقرر من داخل إنه
مو غلط. ممكن احاول صح، ممكن احاول مره مرتين، لكن اكثر من كذي اذا الشخص هذا نمط شخصيته، اذا الشخص عايش في جو طاقه سلبيه وجو مشحون بالتوتر ومشحون باللوم والغضب تجاه الحياة، فهو راح يطلع عليك أنت، هذا مو ذنبك بالضبط. أنت ركز على حياتك، شوف شنو اللي يناسبك في التعامل، ويعني لا تأثر وايد بالآخرين، نكون لطيفين معهم لكن مو على حساب ذاتنا، كن لطيف مع نفسك بعد. أكيد، يعني أكيد. بالنهاية حط نفسك في المقام الأول. الحين سؤالنا دكتورة بشاير، نقول هذا سؤال صعب، أن شلون أو متى أنا أقرر أني أحافظ على هذه العلاقة ومتى أقرر أني أقطع هذه العلاقة أو أستبعد هذول الأشخاص من حياتي؟ هذا القرار الصعب. القرار الصعب، أنا يمكن قلت لك في البداية مو ضروري كل الناس تكون موجودة في حياتنا. وايد ناس تعاني، ويعني دائما أسألها السؤال، حتى يعني نفس ما قلت أحيانا الناس قراب علينا ونبي نطلعهم من حياتنا، لكن بسبب القرب ما نقدر، أو يكون مدير، أو أحياناً يكون زوج أو زوجة، أو حتى الأبناء أحياناً إذا كان في نوع من التعديات أو الطاقة السلبية، أو الآباء. يعني لا نقطع العلاقة إلا لما نتأكد أن هالشخص وجوده في حياتي قاعد يسبب لي أذى أكثر من عدم وجوده. ومو بالضرورة طبعاً نفس ما قلت لك إن إحنا نقطع العلاقة بشكل تام، ممكن أن تكون نسطحها أو نهمش وجود الشخص هذا في حياتنا بدون حتى ما هو يدري، نهمش داخلنا إحنا كقرار ذاتي، بمعنى أن تعاملي معه يكون محدود، أحاول أن ما ألتقي وايد إذا هو وايد قاعد يأثر على نفسيتي، إذا هو وايد قاعد يأثر على قراراتي وحياتي. إذا صدفت أن الشخص هذا موجود باستمرار، فنشغل زر الميوت، نشغل أسطوانة إيجابية داخل مخنا، أن البر لازم نبر الشخص هذا إذا هو قريب علينا، لازم إذا هو مثلا مديرنا فلا الاحترام، لا المهنية والحرفية في التعامل، لكن ما نتعدى الخط أو ما نتعدى الحدود هذه وندخل الشخص هذا زيادة عن اللزوم في حياتنا، وتالي إحنا اللي نتأذى ونقول نقطع العلاقة أو ما نقطعها. قطع العلاقات ما يعني إن إحنا نعيش وحيدين، لكن يعني إن نعرف وين نحط الحدود، متى نترك الموقف هذا، متى نترك الشخص هذا ذاتيا داخليا، حتى لو ما قدرنا ان احنا نتركهم فعليا. نعم، او وجودهم، حتى وجودهم بالضبط. يعني دكتورة بشاير، الحين السؤال يمكن احنا قاعدين يمكن فصلنا المشكلة، ولكن الحين بنوصل للحل. في مصطلح دائما نسمعه وهي إدارة الذات، صحيح، وفي مصطلح آخر اللي هو نموذج الاتصال الثلاثي، يعني هل هم لهم علاقة في بعض ام هذا مختلف تماما عن الآخر؟ ولا ياليت لو تفصلين لنا كل واحد فيهم. إدارة الذات موضوع وايد طويل ويدش في مهارات الذكاء العاطفي، فراح أكلمك شوية عنها، لكن قبلها بما أن النموذج الثلاثي هذا أنا دائما أعطيه في الدورات التدريبية، أن الإنسان يهتم بذاته بثلاث طرق، اللي هو نسميهم mind, body and soul. يهتم بروحانياته، يهتم بعقله، بذهنه، تصفيته وتطويره، ويهتم أيضا بجسده، لأن بالنهاية هذا نوع من التواصل مع الروح، وبالنهاية هذا اللي يساعدك على يعني إيصال أفكارك بشكل أفضل، أنك تعتني بنفسك بجميع النواحي هذه. يعني لازم عفوا يكونون ثلاثتهم يعني أنا مركزة عليهم، أو هل في مجال إذا كان في خلل أو قصور في جانب معين ممكن يأثر؟ رح يبين بالنهاية أكيد. الواحد إذا ما اهتم بروحانياته وبنفسه وذاته وتطوير شخصيته رح يعاني، حتى لو كان صحيا فت، حتى لو كان يعني ذهنيا قارئ أو هذا، ما رح يعرف يتعامل مع الآخرين. فالثلاث نواحي لازم يكون فيهم بالانس أو توازن، ذهنيا، روحانيا، وجسديا. يعني حتى لما نتكلم مثلا عن شخص لما يروح الامتحان الصبح لازم عصير، لازم وجبة إفطار مناسبة، فما نقدر نضحي بناحية صحيح في مقابل الأخرى. نعم. هذا بالنسبة لإدارة الذات، يعني بالنموذج الثلاثي. نعم.
بالنسبة للذكاء العاطفي اللي يدخل في إدارة الذات وحسن التعامل معها، وكذلك الجزء الثاني اللي هو إدارة أو معرفة الآخرين وحسن التعامل معهم. حاليا في العالم كله وفي المقابلات الشخصية، حتى لما الواحد يروح يعني بياخذ وظيفة، يسألون عن الجريدز وعن الدرجات وعن شهادته، لكن الوظائف أصبحت أو المقابلات الشخصية أصبحت تصمم حسب ذكائك العاطفي، بمعنى قدرتك على إيصال أفكارك، قدرتك على التعامل مع الآخرين، روح الفريق عندك، كيفية تقديمك لنفسك، الأمور اللي يتأكدون فيها أن أنت ما راح تسبب لهم مشاكل في جو العمل، وأنت راح تكون قادر على تحمل ضغط العمل، لأنك إنسان عارف شون تدير ذاتك وعارف شون تدير علاقاتك مع الموظفين أو الزملاء أو حتى المشاريع اللي ممكن تنجزها. فإدارة الذات والذكاء العاطفي مهارة أنا باعتقادي الكل لازم يحرص أنه يطور نفسه فيها. في دورات كثيرة يتم إعطائها، في الحين نفس ما قلتي اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي كل المعلومات موجودة، الكتب أيضا موجودة، ممكن أن الواحد يثقف نفسه في هالموضوع. لكن نكون حاطين في بالنا شغلة مهمة، المعلومات شيء والمهارة شيء ثاني، بمعنى أنا ممكن أقرأ معلومات كثيرة، والمشاهد ممكن الحين يسمعنا وياخذ معلومات مفيدة، لكن بدون ممارسة بدون تدريب المهارة هذه ما راح تتطور. فلازم الإنسان يتعب على نفسه شوي في أخذ الدورات، في الممارسة. احنا حتى نقول الشخص إذا عنده presentation أو عنده مثلا إلقاء جماهيري قدام أحد لازم يتدرب على هالموضوع. نفس الشيء أنت في حياتك، أي شيء تبي تنجح فيه لازم تدرب مهارتك هذه، لازم تدرب العضلة الفكرية أنا أسميها. فالذكاء العاطفي جدا، الذكاء العاطفي أو الوجداني أحيانا يسمونه، جدا مهم في إدارة الذات، في معرفة أنت شنو تحب، منو أنت، شنو رغباتك، شنو أولوياتك، مصفوفة القيم. هذا شغلة يعني دائما أتكلم عنها، إن لازم تحط قيمك في الحياة طبعا، شنو الأساس عندك، لأن إذا أنت عرفت أولوياتك وقيمك في الحياة فعلا. كل قرار صغير أو كبير في حياتك راح يكون على أساس القيم هذه فعلا. يعني ختامها مسك بهالجملة دكتورة بشاير، فعلا يمكن تسهلت حياتنا مع وجود هذه التكنولوجيا، ان احنا نتواصل مع الجميع القريب والبعيد، لكن يمكن افتقرنا للتواصل مثل ما تفضلتي المباشر، ويمكن افتقرنا ان احنا حتى قمنا نجهل شلون نتعامل مع الناس وجها لوجه، ونفضل نكون من وراء الشاشة. جميل جدا اكيد الذكاء الاجتماعي ان احنا نمارسه ونكتسبه، لان محتاجين ان احنا نكون كلنا اذكياء اجتماعيا وطريقه تعاملنا مع الاخرين. فكل الشكر لك دكتوره بشاير الصانع، استاذه علم الاتصال والاعلام في جامعه الكويت، على هذا اللقاء. شرفتينا دكتوره. شكرا على الاستضافه، وان شاء الله المشاهدين يكونون استفادوا من هالمعلومات. نتمنى ان شاء الله.